صباح الخير. رجعنا مرة تانية ونهار جديد، وبعد الكلام عن الفن بنصبح عليكم مرة تانية، وصباح رياضي جدا، صباح بطعم الانتصارات المصرية، صباح جميل لأن الفقرة دي معانا ميدالية أولمبية جديدة جت لمصر، وجت بإيد أو نقدر نقول العضلات بقى، بنت من بنات مصر اللي مشرفينها في كل المحافل الدولية. الميدالية دي ليها قصة، هي جت بعد ما اعلنت اللجنه الاولمبيه الدوليه من كام يوم والاتحاد الدولي لرفع الاثقال عن سحب الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه من لاعبات دول كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا، ودول اللي حصلوا على المراكز الثلاثه الاولى في وقت البطوله، والسبب هي تعاطي المنشطات المحرمه دوليا في منافسه دوره الالعاب الاولمبيه الاخيره اللي كانت في 2012. النهارده احنا معانا بقى بطله مصر اللي حصلت على المركز الثاني بعد المركز الخامس، بسبب كل التفاصيل دي كلها معانا عبير عبد الرحمن. نرحب بيكي، صباح الفل. صباح الفل عليكي والف الف مبروك. ومعانا كمان زوجها كابتن محمد سلطان. كابتن محمد سلطان هو بطل مصر وبطل العالم في رفع اثقال جامعات، صح كده؟ مظبوط، منورنا. ويعني رفع اثقال ورفع اثقال في البيت عاملين شغل جامد قوي، صح؟ لا ولسه في سيف ان شاء الله 9 شهور برضه ان شاء الله. ربنا يخليه لكم يا رب. طب انتوا هيتعلم من بدري بقى صح؟ ده هو من دلوقتي بيبتدي يمسك البار، عشان احنا عندنا بار في البيت وطارات وادوات ودمبلز بنتمرن في البيت. تخيل البيت فيه رفع اثقال، يعني كابتن رفع اثقال وكابتن رفع اثقال. كابتن عبير متفهمه الموضوع ده قوي، يعني انا صراحه كنت عامل ازعاج دايما في البيت، ممكن اجيب العفش على جنب عشان افضي مكان اتمرن فيه وبعد كده اسيبه وامشي، هي تيجي تفضى وتروق البيت. تيجي بقى تشيل العفش برضه كمان. يعني لازم على جنب. يعني بس كده اتجوزني على فكره. لو بس هي متفهمه جدا الموضوع، يعني متهيألي لو واحده عاديه ما كانتش هتتفهم. يعني اهم حاجه مبروك، ومبروك عليكي. احساسك ايه بقى يعني بعد ما ميداليه انت خدتي المركز الخامس وفجاه كده؟ انت سمعتي في الاخبار ولا حد كلمك؟ لا حد كلمني. حد كلمك وقال لك مبروك انت خدتي المركز الثاني؟ الكلام ده بعد زميلتي اصلا هي اللي كلمتني. ده كان دلوقتي 4 سنين. انا قبل الخامس يعني بعد الخامس كان رابع، كنا تقريبا في رمضان بلغوني قالوا لي بقيت الرابع، خلاص بقى استقريت عن الرابع. واحده يعني قالوا واحده توقفت بس استقريت على الرابع وفرحت بيه جدا طبعا. طبعا اتفاجئت يوم 27 قالوا لي انت خدتي ميداليه، كانت ساره زميلتي هتلعب ان شاء الله في ريو ان شاء الله. بالتوفيق طبعا لكل ال ان شاء الله. كان طارق على فكره برضه نفس التوقيت اللي كابتن عبير اتنقلت فيه المركز الرابع، طارق يحيى بطلنا خد المركز الثالث، كان برضه مخلص رابع، واحد اتوقف عنده من روسيا راح اتنقل للمركز الثالث. كان ده في نفس الوقت في نفس البطوله برضه يعني، وحصل نفس التوقيت، بس هم اعلنوا عن وقف بس لعيبه كازاخستان. بعديها بكام يوم راح اعلنوا ان روسيا في اثنين روسيا وبيلاروسيا كمان. كانت مفاجاه. الغريب في الموضوع قوي دوت ان عبير كانت كاتبه كده بوست غريب اول مره يعني الاقيها بتكتبه كده، يعني بتدعي ربنا ربنا يفرحها بحاجه ما حصلتش قبل كده مش متوقعاها. كان الموضوع غريب شويه. يوم 24 يوم 27 تقريبا بعدها بثلاث ايام حصل ان عرفنا ان جت ميداليه. كانت مفاجاه لينا طبعا، في زميلتها هي اللي قالت لها، وانا كابتن علاء حسن اداري المنتخب اتصل بيا وقال لي ان حصلنا على ميداليه وكده. بس الميداليه لسه ما وصلتش. هي لسه ما وصلتش. بس طالما الاتحاد اعلن ان في حالات منشطات مفيش تراجع عن الموضوع ده، خلاص خلاص ميداليه اتسحبت اتسحب. بس هو ساعات ممكن بيبقى الخلاف يعني الوقفه هيبقى قد ايه؟ طب دي من 4 سنين، الوقف في الاتحاد الدولي 2 سنين. لا هم يوقفوا براحتهم بقى، احنا لينا الميداليه. احنا لينا يعني احنا لينا الميداليه طبعا. فهي مساله وقت عشان في اعتراضات طبعا من الدول اللي اتوقفت منها الميداليات دي. طيب انت طبعا جوازك من بطل رفع اثقال وبطل عالم جامعات يعني، وده اكيد بيساعدك او كان بيساعدك في وقتها كمان وقت البطوله بشكل كبير جدا ان انت قدرتي الحمد لله تحققي مركز كويس في بص احنا مخطوبين 2011، ومن يوم ما اتخطبنا والكابتن محمد واقف في ظهري وبيساعدني على طول، ودايما بيوجهني لحاجات كده انا ما كنتش واخده بالي منها او مش مركزه فيها، وبيديني دايما تعليمات يعني اعملي كذا بلاش كذا كده احسن، ويعني وبمشي على التعليمات دي وفي الاخر بيطلع هو كلامه صح. ولحد دلوقتي بيدعمني ان انا عشان جوزك. لا قبل ما يبقى جوزي، احنا متجوزين 2014 عشان خطيبك. ممكن ممكن طبعا متجوزين 2014. هو دلوقتي فعلا بيدربني. بنتمرن لسه بادئه من شهرين قبل ما اعرف موضوع الميداليه وقبل مركز الرابع. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني هكمل، لو لقيت نفسي مقصرة مع بيتي وابني وجوزي
مش هكمل. ما ده اللي انا عايز اسالك عليه بقى، انت كبنت في البدايه خالص قبل الخطوبه وقبل الجواز و يعني من اول ما انت شفتي لعبه اسمها رفع الاثقال وعرفتي ان انا ممكن العب لعبه زي دي، اللي يخليك اصلا كبنت تروح لاتجاه لعبه رفع الاثقال؟ بص انا بادئه وانا عندي 9 سنين، يعني طفله لسه مش فاهمه اي حاجه. المدرب بتاعي كابتن رمضان، والد البطله العالميه نهله رمضان من اسكندريه، اول ما شافني كده قال لي لازم تيجي تتمرني، ان شاء الله هتبقي حاجه حلوه. هو اول ما تنبأ لي ان انا هبقى حاجه كويسه في المستقبل، قال لي انت هتبقي حاجه كويسه، ورحت اتمرنت بقى وبدات بقى انا احب بقى واتعلق بالحديد اكتر، لحد بقى ما وصلت بقى المعسكر ودخلت المنتخب وانا عندي 11 سنه واصغر بنت تخش المنتخب وهي في السن ده. يعني انا مستغرب ان بنت يعني تلعب رفع الاثقال، يعني دايما البنت هو بص الموضوع زمان كان صعب جدا، وازاي بنت بقى وعضلات ويا كابتن ومش عارفه ايه. لا الموضوع دلوقتي اتغير خالص، لان البنات ما شاء الله بقى متفوقين جدا في كل الرياضيات، المصارعه والملاكمه والجودو، كل الرياضات العنيفه بقوا هم متفوقين جدا فيها. فالموضوع بقى اسهل دلوقتي، والناس بقت مهتميه اكتر بالبنات. البنات ما شاء الله يعني ممكن بيحققوا حاجات كتير افضل كمان من الولاد. على فكره هو في نقطه على نقطه رفع اثقال دي، رفع اثقال رياضه زي اي رياضه تختلف تماما عن رياضه كمال اجسام. هم يعني البنات لما لو لعبت كمال اجسام تزرع عضلات بشكل ملفت جدا وبتغير في هرموناتها كتير جدا، لكن رفع الاثقال لعبه بتعتمد في الاساس على التكنيك، بتعتمد على خامه الجسم. ده انا بقى عايز اسالك عليه، انا عايز اوصف للناس للي ما يعرفش رفع الاثقال، لان الناس فاكره رفع الاثقال ده ان انا هدخل امسك البار وهوبا انا مسكت البار وكسبت. أيوة. خلاص لا، هي المساله فيها تخطيط وتكنيك وتدريب، هي العمليه مش سهله. الموضوع مش سهل جدا، احنا بنشوف اللاعب بيرفع الرفعه في البطوله بنبقى مش عارفين هو شالها ازاي ولا دي قوته جاي كده. لا طبعا الموضوع تخطيط وتنظيم من الاول. يعني انا بادئ رفع اثقال 15 سنه وده كان سن كبير. بدات اظهر بعدها ب3 سنين، في مدرب علمني ومدربين تانيين بعد كده كملوا معايا في منتخب في نادي في شركه. الموضوع ده مهم. جهاز الرياضه، انا في جهاز الرياضه العسكري للقوات المسلحه من 2004 والكابتن عبير من وقت ما لعبت على طول في معسكرات في جهاز الرياضه موجودين قبل البطولة، عايزين نخش المعسكر يعني تماما بكل إمكانياته زي المنتخب. ودلوقتي بيجيبوا خبرة في المعسكرات بتاعتهم، يعني بيجيب خبير في ألعاب مختلفة عشان يطور من مستوى، عشان يطلع جيل اللي حضرتك بتقول عليه ده دلوقتي، إنه مش فجأة ده موجود. دي لعبة بتعتمد على يعني تمرين وكميات من الوقت بتضيع من الواحد إن هو يوصل لرقم، يعني انت ممكن تشوفه دلوقتي في رفعه في ثانيه يا يشيلها يا يوقعها. ما انا طب اسال بقى، هو التحكيم بيتم ازاي؟ يعني هو التحكيم بيبقى على اساس ايه؟ مجرد ان انت رفعت الرفعه تكون صحيحه. لكن اهم حاجه ان الكوع ما يتنيش ويتفرد في الرفعه، يبقى الرفعه متشاله مره واحده. في طبعا يعني اخطاء للاعب بيبقى عارفها طبعا، زي مثلا الكوع ما يتفردش ويتني. يعني ده بيبقى فيه سكور مثلا بيتسجل الحكام اللي قاعدين قاعدين الثلاثه بيقولوا الكوع اتنى ولا لا، الرفعه دي صح ولا لا. لكن في الاساس هي لعبه رقميه، ان اللاعب بيخش انت بتسجل رقم وفي لاعب تاني من دوله تانيه بيشيل رقم زيك او اكتر منك. اللعب هنا بيبقى مع المدرب. هو عارف اللاعب ده بيشيل مثلا 100 كيلو عشان اكسبه ممكن اخش 101، ممكن لو انا وزني اخف اخش 100 واخد منه الميداليه. يعني التحكيم بيكون على اساس الوزن اللي انت شايله قد ايه، وكمان على حسب التكنيك، الاخطاء الفنيه بتاعت التكنيك. في غلطات ممكن تحسب الرفعه غلط حتى لو شلتها. وطبعا انا مش عايز اتكلم ان في سنين كتير من عمر اللاعب بتضيع في الموضوع ده عشان يخرج ويلعب بطوله. ومش الاولمبياد هي اقصى طموح اي لاعب في اي رياضه، لكن في بطولات كتير قوي عشان يوصل الاولمبياد دي اصلا ويشارك فيها. بس هو تعب في بطولات عالم وتعب في بطولات كتير. البطولات اللي انت مثلا حققتها طبعا بطل عالم جامعات، ايه البطولات التانيه اللي انت حققتها؟ انا عملت ميداليتين برونز في دوري البحر المتوسط، شاركت في بطوله عالم كبار، وشاركت في بطوله عمان تاني بعديها. بس انا من عشان بدات سن كبير وعشان ظروف شغلي برضو بشتغل، انا طول الوقت انا ببقى شغال موظف في شركه الكهرباء. فعشان اكون شغال وفي نفس الوقت متفرغ الرياضه الموضوع بقى صعب جدا. لكن كابتن عبير من ساعه ما بدات رياضه دخلت المنتخب فخلاص تفرغ. المنتخب بيتمرنوا 3 فترات في اليوم، يعني انا لما كنت بحب اعمل فورمه عشان اوصل للمنتخب بروح في جهاز الرياضه اقول لهم انا عايز اقعد في المعسكر، يوفروا لي المكان كل الامكانيات المتاحه ليا بالفيتامينات اللي انا عايزها. لو في تفرغ في الشغل مثلا، كابتن علاء معايا في الشركه، لو انا محتاج تفرغ يا كابتن يروح منزل لي تفرغ من الشركه، وبتفرغ تماما للتدريب. وده اللي خلاني في 2011 عملت ميداليه في بطوله عالم جامعات، وعملت ميداليتين في دوره البحر المتوسط في 2013، وتعرضت لاصابه بعديها. والموضوع ده مهم جدا يا جماعه، البطل اللي بتشوفه حتى لو
وقع حديد، عشان في ناس يعني للاسف ما عندهمش خلفيه رياضيه خالص يتكلم ويقول لك اللاعب لا ده طلع وقع، انت ما تعرفش اللاعب ده مر بايه. يعني عبير لعبت في 2012 وهي كانت مصابه قبلها بشويه، في 2013 عبير وهي بتلعب على الذهب وكانت نفس البنت اللي واخده اول في لندن دلوقتي، دي بنت من اسبانيا وجامده كانت بتحاول تكسبها وتاخد منها الذهب، كانت بتلعب وهي مصابه وجالها قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف، وفضلت بعديها فتره يعني ما بتمسكش بار خالص ومش قادره تمشي على رجليها اصلا. فالناس دي تعبت، قدروهم. احنا ممكن نستغل دلوقتي وجود كابتن عبير، طبعا احنا مبسوطين جدا بالاهتمام الاعلامي. احنا عندنا مشكله كبيره جدا يعني للاسف، المصريين اول ما بيلاقوا حد عمل انتصار حفاوة وانت لذيذ، انت حاطط ايدك على النقطة، انت نجم مصر. ومجرد غلطة صغيرة بتحصل في كرة القدم اكتر يعني اللعيبة كلها بيبتدوا ينسوا كل حاجة بس ما يعرفوش ان اصلا اللاعب ده ايا كان هو بطل، ده بني ادم وانسان يعني ممكن يغلط، حتى لو الغلط ده خارج الرياضة ده بين ادم وكلنا بنغلط. لكن هي الفكره ان يا ريت نسلط الضوء على الالعاب الفرديه عموما، لان هي اللي بتفيد البلد وهي اللي بترفع اسم علم مصر دايما في وسط كل الدول العالم، بيرفع علم بلده، بيضحي بسنين عمره كلها، البيت بيأثر. عبير قعدت في بيتها تقريبا يعني في المعسكرات من وهي من 2007 وهي عندها حوالي 15 سنه لحد 2013 جوه المنتخب، بتروح 3 ايام بس في الشهر، كانت بتنزل اجازه وكل سنه تنزل شهر كامل او شهرين بس، فاللي قعدته في المنتخب اكتر من اللي قعدته مع اهلها، مركزه بشكل كبير جدا عشان كده طبعا اي واحد عشان توصل ميداليه طبعا كده، فاحنا لازم نهتم بيهم اكتر. طيب انا عايز اعرف بقى انت الفتره اللي جايه ان شاء الله في اي بطولات انتوا بتجهزوا لها داخله؟ هو ان شاء الله اول حاجه موجوده دوره بحر، وبعد كده بطوله عالم كبار ان شاء الله، بحاول استعد لهم ان شاء الله. ان شاء الله الحمل والولاده ما اثروش خالص على الرياضه يعني الحمد لله؟ لا انا الحمد لله زي الفل، كويسه جدا الحمد لله 100%. الحمد لله. طيب كابتن محمد ايه البطوله الجايه اللي انت ناوي عليها ان شاء الله؟ انا ان شاء الله انا طبعا لازم في الوقت ده اشكر جهاز الرياضه اللي قال لي احنا مستعدين نقدم لك كل الدعم تاني عشان ترجع ان شاء الله تاني. انا رجعت في 2016 من قبل رمضان الحمد لله، وعملت اول الله يسلم حبيبي، وعملت اول في الجمهوريه واول كاس مصر، وعملت مجموعه رقميه جديده، وان شاء الله استعد لبطوله العالم اللي جايه ان شاء الله في الكبار، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقني اوعد الناس ان شاء الله بميداليه وبارقام جديده قوي عليا. عايزه بس حاجه اشكر قطاع البطوله اللي واقف في ظهر ابني، واشكر اللواء مجدي اللوزي اللي هو اول ما عرف ان الخبر اتصل بيا وخدني في مكتبه وهناني، وعايزه اشكر وزير الشباب اتصل بيا امبارح وبارك لي بس قال لي التكريم محتاجين بس الميداليه عشان يبقى التكريم كله رسمي. واتكرمت امبارح في اللجنه الاولمبيه، مش عايزه انسى، اتكرمت كتير بصراحه، بس بشكر اليوم كل استاذ اليوم. ياسر رزق اول لما عرف اصر بنفسه ان هو يقدم لها درع المؤسسه، والاستاذ عبد اللطيف اسماعيل من اكثر الصحفيين اللي بيهتموا بالالعاب الفرديه. في ناس كتير الصراحه يعني باركت لنا، واحنا كمان يعني بنحتفل بيكي جدا وبنقول لك مبروك الف الف مبروك ودي ما تكونش الميداليه الاخيره، دي تكون بدايه لميداليات كتيره جدا ان شاء الله. على فكره عندنا في رفع الاثقال كذا لاعب دلوقتي موجودين في البرازيل معاهم الجهاز الفني والاتحاد، مستنيينهم بقى كلهم ان شاء الله، نتمنى وان شاء الله ان شاء الله هيجيبوا لنا كام ميداليه، ربنا يوفقهم ان شاء الله. بنشكركم جدا، بشكر جدا الكابتن عبير عبد الرحمن وهي صاحبه الميداليه الجديده المركز الثاني في اولمبياد 2012 بعد ما خرج المراكز الثلاثه الاولى، هي كانت في المركز الخامس، الحمد لله ربنا كرمها بقت في المركز الثاني دلوقتي، والميداليه ان شاء الله تجي لها قريبا. كمان كابتن محمد سلطان وهو بطل العالم جامعات في رياضه رفع الاثقال، وحلو جدا ان احنا نحاول كل فتره كده نتكلم عن رياضات مختلفه ورياضه من الرياضات الفرديه. انا مش عايز اقول حاجه اخيره بس سريعا جدا سريعا جدا اتفضل. 2012 عبير عملت الميداليه، لكن في ناس كتير قوي تعبت معاها، ومن اهم الناس دي الكابتن عمرو رمضان، اشتغل في 2008 عمل الثلاث ميداليات في بطوله عالم ناشئين، و2009 وفي بكين عملت مركز خامس، فده عشان لازم دايما يتحقق. البطل هو اللي بيظهر في الوش والكواليس بيكون فيها ابطال طبعا في ناس كتير يعني جدا ما بتظهرش يعني، بس لازم نديهم حقهم طبعا. نشكركم جدا، نورتونا كل الناس اللي كانت متابعانا النهارده في نهار جديد. الاعاده موجوده من الساعه 10 لحد الساعه 1 على النهار بلس، شوفونا بكره ان شاء الله من الساعه 8 لحد الساعه 11. بنشكركم جدا، صباح